بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق في درسنا لهذا اليوم عن نافذة قائمة المهام، أو ما يعرف ب نافذة قائمة المهام كما قلنا لكم، أو ما يعرف ب other task. إن نافذة قائمة البيان تمكننا من ترتيب أهم المهام التي نريد القيام بها، من تعديل أداة معينة أو كود معين، أو تعديل سير البرنامج، أو تعديل أخطاء في البرنامج، فنضعها ضمن مهام معينة بدلا من الإصدارات القديمة. تقوم بوضع كومنتس تعليق عند بعض الأسطر. يمكننا وضع هذه المهام دون نافذة واحدة، يمكننا تنفيذها عندما نريد. من فيو نتجه إلى فيو، ثم نختار أذر ويندو، ثم نختار خيار عفوا أذر ويندو، نعم، ثم نختار خيار عفوا فقط من خيار تلي نختار تاسك ليست او كنترول تي. فنلاحظ هنا يمكننا اضافة مهمات بضغط الخيار تلي كرييت. يمكننا اضافة مهمات للقيام بها لاحقا، مثلا ليزن 13 مثلا لتعديل الدرس سابقا، او نعطيه مثلا ابديت، كنا اعمل تعديل له سابقا. بعد ذلك من هنا يمكننا تحديد اهمية التعديل. هي مثلا نعطيه اهمية علوة قصوى، مثلا مهم جدا او عادي، او تحت العادي اي غير مهم، بحيث سيصبح في الأسفل. عندما نضيف قوائم أخرى سنلاحظ أن الترتيب القوائم الهامة والتي أعطينا هيك ستكون في الأعلى كما سنلاحظ الآن. مثلا هنا نلاحظ أنه نزل إلى الأسفل لأننا أعطيناه قائمة. لو كذلك لو أعطينا الخيار تالي هيك وأنشأنا خيار آخر، فنلاحظ أنه بقي في الأعلى لأننا أعطيناه أهمية قصوى. يمكننا إنشاء عدة أوامر، نتركه نورمال عادي. مثلا لو قمنا بعمل خيار وقمنا انتهينا منه، قمنا بتطبيقه أو ما إلى ذلك، يمكننا حذفه أو لا نحذفه، بل فقط لكي نعرف أننا قمنا به نضغط على الخيار التالي هنا. فنلاحظ أنه تم التسطير عليه، أي بأن بمعنى أنه قد انتهى أمره أي قمنا به. يمكننا التسطير على أي أمر قمنا به، لاحظ ذلك، أي أمر انتهينا منه. يمكننا التعليم ما علينا في سوى التعليم في المربع التالي فيتم التسطير عليه، بمعنى أنه انتهى أمره أي قمنا به. ويمكنك إضافة أكثر من يوزر تاسك أو نافذة قائمة المهام بالضغط فقط على الخيار التالي، وإدخال المحتوى الذي تريد لها وتحديد أهميتها. لا ننسى ذلك. يمكن إذا أردنا ينزل الأسفل وكما نلاحظ ذلك يتم الترتيب على حسب الأهمية. بعد ذلك بعد الانتهاء نفعل الخيار التالي ليتم التسطير عليها، بمعنى أنه قد قمنا بها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا. نلتقي مع درس آخر من دروس الدورة التعليمية، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم بألف خير.